السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة، أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبر والنحل، القناة التعليمية. في ظاهرة هي الأخطر في تربية الملكات وأثناء تربية الملكات وقبلها، هناك من يكافح الفاروة أثناء تربية الملكات ولها عواقب وخيمة. محاضرة يتطرق إليها الأستاذ الفاضل الأستاذ محمد الجراح من الأردن حول مخاطر مكافحة الفاروة أثناء تربية الملكات، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أعضاء هذه المجموعة الطيبة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة أينما كنتم، وأسأل الله العلي القدير أن يبارك لكم في رزقكم ومالكم وعيالكم. تم ذكر موضوع أنه عندما يتم تربية البيوت الملكية هل يجوز استخدام مواد كيماوية في عملية مكافحة الفاروة؟ سيتم الحديث إن شاء الله بنبذة عن ذلك، لعل وعسى أن يكون لها فيها منفع وخير لنا جميعا. أخي الكريم وأخواني جميعا، موضوع تربية الملكات هو موضوع شائك جدا، يعني لا يجوز اختصاره بتسجيل أو تسجيلين، وهناك محاضرة طويلة جدا ومفصلة فيها عمليات التربية حتى نكون على اطلاع وبعلم تام. إخوان الكرام، تربية الملكات هي تبدأ على ثلاث مراحل: ما قبل التربية وأثناء التربية وما بعد التربية، هذا تم ذكره سابقا وموجود على اليوتيوب. ما قبل التربية إخوان الكرام، يجب إعداد الخلايا إعداد جيدا حتى تستقبل هذه البيوت الملكية التي سيتم تربية الملكات فيها، من حيث الكثافة، من حيث الصناديق، من حيث الوقت، من حيث المخزون، من حيث الفئة العمرية للنحل، من حيث مكافحة الفاروة وخلوها من الأمراض والعكروشات، وعدة أمور يجب على النحال الفطين القيام بها قبل موضوع عملية استخدام الأجهزة أو التيتيم أو عملية التطعيم. هذا شرط أساسي إخوان الكرام، يجب أن تكون الخلايا سليمة، خالية من الأمراض، خالية من الآفات، معدة جيدا، كثافة نحلية عالية، وخصوصا الفئة العمرية الصغيرة في السن، لديها مخزون كافي ولديها مقومات لعملية التربية. أما أنا أقوم بتربية بيوت ملكية مما هب ودب، وأقوم بعد ذلك بنشر يتوفر لدي بيوت ملكية ويتوفر لدي عذارة ولا أعلم كيف تم تربية هذه الملكات، هل تم تحضينها جيدا، هل الكثافة النحلية كانت عالية أعطتها جرعة الغذاء الملكي الكافية، هل هذه ربيت بظروف معقمة ونظيفة أم لا، هذه يجب أخذها بعين الاعتبار. هذا أولا إخوان الكرام. الأهم من ذلك إخوان الكرام، أنه يجب عند القيام بأي عمل يجب إمهال النحل مدة من الزمن، يعني لا تقل عن 21 يوم، هذا عندما نقول يعني لا تقل هذه أبدا، حتى أي أمر نريد العمل عليه يجب القيام بأي إجراء قبل 45 يوم، 40 يوم، 45 يوم، 50 يوم. لماذا؟ حتى نضمن بأن هناك لدينا أجيال سليمة، لدينا كثافة نحلية عالية وخصوصا في عملية تربية الملكات، لدينا صناديق معزولة، الوقت جيد، تم إنتاج الذكور، تم متابعتها، الآن الوقت مناسب، نقوم بإنزال الأجهزة للخلايا وتقوم الملكة بوضع البيوض ونقل وننقل هذه الأعين التي وضع فيها البيض، أصبحت يرقات، يتم إنزالها للنحل الذي تم تجهيزه وتأسيسه حتى يقوم ببناء الملكة، يقوم ببناء البيوت الملكية وتغذية اليرقات. هذا شرط أساسي إخوان الكرام، ويجب أن تكون هذه هي الخلايا مكافحة أصلا من الفاروة، خالي أصلا من الفاروة، لا يوجد فيها فاروة، إن كان هناك فاروة يعني لا تذكر أبدا، لا تذكر حتى إن قمنا بإحضار أجهزة الفقر وقمنا بعملية الفحص على هذه النحل تكون نسبة الإصابة يعني نقول صفر، هذه يجب أن تكون هكذا. أما أقوم بمكافحة الفاروة أثناء تربية الملكات لا، هذا خطأ قاتل. لماذا؟ سيتم الحديث عن ذلك. نأتي إلى الأمر الآخر،
وهو لماذا لا نقوم بمكافحة الفاروة أثناء عملية التربية؟ هذا سؤال مهم. يأتي بعض الإخوان ويقول أن شيء طبيعي، يعني شيء غير مضر لا يلحق ضرر. لا أخي الكريم، موضوع الآن مكافحة ليس تنفس يؤثر على اليرقة، وليس البيئة التي تربى فيها هذه الملكة يؤثر عليها، وإنما الغذاء الذي أعطيت لهذه الملكة قد تأثر بعملية المواد الكيماوي. ربما هذه المواد الكيماوي تحد من مبايض الملكة وتحد من تفرعاتها، وربما تؤثر على القيمة الغذائية للغذاء الملكي الذي تم إعطاؤه لهذه الملكة. الأهم من ذلك إخوان الكرام، لو ذهبنا إلى عملية الذكور، ربما تنتج لدينا ذكور عقيمة ولا يستفاد منها شيء في عملية التلقيح. يعني تكون ذكور جيدة كبيرة الحجم تم إنتاجها من ملكة ملقحة وانتجت بظروف جيدة، ولكن هذه الذكور عقيمة. أو هناك تشوهات في الحيامن المنوي، وعندما تشارك هذه الذكور في عملية التلقيح للعذراء فإنه سينتج لدينا كميات كبيرة من الحيامن المنوية التي فيها تشوهات، وهذا سيؤثر على عمل الملكة مستقبلا. تأثرت المبايض أولا، تفرعت التفرعات تعددها، أخذت جرعة كبيرة من الحيامن المنوية التي مشوهة أو الميتة. الآن هذه الملكات ستكون ستعمل بعض الشيء ولكن لا تكون جيد، ستكون هذه الملكات رديئة في عملية الإنتاج خصوصا النحل. لماذا؟ لأن البيئة التي ربيت فيها كانت بيئة كلها ملوثة بالكيماويات. هذا خطأ قاتل أخي وأختي الكريمة من عملية استخدام المواد الكيماوية أثناء تربية الملكات، وخصوصا في الطور اليرقي. لا أتحدث عندما تتم غلق البيت الملكي، أتحدث عندما تكون الملكة ما زالت في الطور اليرقي، يرقة ما زالت يرقة، لم يتم غلق أو لم يتم اكتمال البيت الملكي وغلقه. هل يؤثر تؤثر المواد الكيماوية على التغذية؟ نعم تؤثر، لأنها سيتم امتصاصها. ونعلم جميعا بأن المحدد للبيضة التي مخصبة التي تحمل 32 كروموسوم هي أنثى عاملة، ولكن هذه تختلف عن هذه لأن هذه أخذت جرعة غذاء ملكي واستمرت على هذا الغذاء، وهذه أعطيت غذاء ملكي وتم فيما بعد إعطاها غذاء ليس بغذاء ملكي. هل إذا كانت المحدد الرئيس ليكون الفيصل ما بين هذه عاملة وهذه ملكة هو الغذاء، فإذا إذا كان هذا الغذاء ملوث حتما سيؤثر على مبايض الملكة في المستقبل وتفرعاتها. الأهم من ذلك الذكور ستتأثر بشكل كبير جدا في عملية المكافحة، وخصوصا المواد الكيماوية سينتج لدينا ذكور عقيمة كما قلنا. هذا كله إخوان الكرام مرتبط بعملية التربية. تربية الملكات شيء حساس جدا، يعني لا يوجد، يعني ليس أي شخص ينتج ملكات ولا تكون هناك الجودة. نذهب إلى بعض الإخوان نجد عنده النحل بأنه مسطرة واحد، خلايا لا تختلف عن بعضها البعض، ونذهب إلى حال آخر تجد بأن هناك فروقات في النحل من حيث السلوكيات، من حيث الأداء، من حيث الأمراض، من حيث الجني، هذه تختلف. ولكن حال آخر تكون لديه الخلايا كأنها مسطرة واحد، هذه خلية كثافتها كذا وكذا أنتجت كذا وكذا، هذه خلايا الشخص الآخر تكون خلايا أفضل من خلايا هذه. كانت الخلية ربما ربي تم تربيتها بظروف هي هكذا كانت جيدة وخرجت جيدة، يعني كما يقال يعني رمية من غير رامي، ولكن الخلايا الأخرى تم تربيتها على يد نحال متمرس ومتمكن يعمل على قاعدة علمية جيدة، أنتج خلايا جيدة وملكات جيدة، وأصبح جميع النحل لديه بنفس الصفات. هذه هنا تختلف إخوان الكرام، وهذه ما نشاهده في المناحل. نجد نحل شرس جدا لا تستطيع التعامل معه، ونجد نحل كأنه فراش وديع
نجد نحل بأنه ينتج، نجد نحل رغم الكثافة العالية فيه لا ينتج. لماذا؟ هذه كلها تحسينات أدخلها النحال في عملية تربية الملكة وأصبحت جيدة لديه نتيجة هذه التحسينات التي تم توريثها في الجينات وأصبحت جيدة. هذه تحتاج إخواني الكرام إلى مقدرة ومعرفة في عملية تربية الملكات، وهناك خفايا في عملية التربية يعني يجب استخدامها، ويجب استخدام الفنيات والمهارات والتوقيت المناسب لعملية التربية. ليس كل من ينتج ملكات، أعيدها وأكررها، ليس كل من ينتج ملكات تكون جيدة، بل هي مجرد اسم ليس لها من الملكة إلا الاسم فقط لا غير. هذا أخوان الكرام مقتطف سريع عن موضوع استخدام المواد الكيماوية أو مكافحة الفاروة أثناء عملية تربية الملكات. فالحذار الحذاري من هذه الخطوة التي تؤثر على نحلك أخي الكريم. أولا وأخيرا هذا النحل لك، إذا كان جيدا سنسعد ويفيدك أنت وحدك، وإذا كان النحل تعثر سيضيق صدرنا عليك وستكون خسارتك ليست بالجيد، ولكن في الأول والأخير يعني ستخسر أنت. فقدم ما هو أفضل حتى تحصل ما هو أفضل، وما يدور في الصناديق أنت أعلم به، هل هي الملكات جيدة أم لا، هل الأصول جيدة أم لا، هل قمت بشرائها من نحال متمكن متمرس أم قمت بالذهاب إلى السعر الزهيد وإحضارها، هذه كلها أنت تجيب عليها. نسأل الله إخوان الكرام التوفيق لنا ولكم في كل أمر وتجنيبنا كل ما فيه شر. حياكم الله إخوان الكرام وبارك الله فيكم.